السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض البيض بالبصل بطريقة جميلة جدا، أو بنقول عليه شكشوكة. حلو جدا، أسهل حاجة ممكن إحنا نعملها، وهتبقى حاجة تفتح النفس كمان. معايا عدد البيض اللي معايا حوالي 6 بيضات، لو عايزين نزود نقلل عادي جدا. معايا بصلتين كبار مبشورين كده بالشكل دوت، معايا نص ربطة من البقدونس، فلفل وملح وكاري وزبدة، وهستخدم معايا زيت علشان البصل والبيض. نبدأ على بركة الله. في مقلاية على النار كده هبدأ ان انا طبعا بسخنها الاول، هنزل بمعلقتين من الزيت، هنزل معايا كده بمكعبين زبدة كده، الزبدة كده تسيح معايا مع الزيت، ونبدأ ننزل بالبصل. بسم الله، دول معايا بصلتين كبار. الوصفة ديت بتحب البصل كتير. هنزل على البصل برشة كده من الملح وياخد لون معايا حلو كده قبل ما بننزل عليه البيض. في المرحلة دي لان انا افتح البيض افضي البيض كده، هنزل بالبقدونس طبعا، بندي تشويحة كده للبقدونس مع البصل. طبعا حبايبي واحنا بنقلب لازم ناخد بالنا من الاجناب بتاعة المقلاية علشان مفيش اي بصل يتحرق، طبعا هيغير لي طعم الوصفة بتاعتي. معايا البيض كده اهوت، هبدأ ان انا اقلبه، اديله تقليبة كده بسيطة جدا، يعني مش هقلبه جامد، يعني هقلبه تقليبة بسيطة. اخلط البياض بالصفار مع بعض، تمام كده حبايبي، والتوابل كمان، انزل بالملح والفلفل الاسمر والكاري، اقلبهم كويس جدا مع بعض. طبعا اسهل وصفة واسهل حاجة نقدر ان احنا نعملها في عشاء، في غدا، في فطار، بتبقى حلوة جدا. كده استوت معايا حبايبي، هفضيها ونقدمها مع بعض. الجمال، اتمنى لو عجبتكم الطريقة تحطوا لي لايك على الفيديو، وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين في القناة، وفي وصفات جميلة جدا في القناة اتمنى تشاهدوها وتقولوا لي رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.